هنعمل بقى رز النهارده، رز بسيط وسهل جدا، بس هو الميكس بتاعه هو اللي احنا مش متعودين عليه. عندنا لسان عصفور، عندنا رز مصري، مستكه، جوز الطيب، ثوم، ده اللي محتاجينه. اول حاجه هجيب لسان العصفور كده احطه هنا وافضل احمره لحد ما ايه، ما يسخن. لو احنا في البيت صراحه مش هحط معلقه الزيت ده وهفضل فتره عبال ما يتحمر، بس انا هنا هحط زيت عشان بس يتحمر اسرع، لكن احنا في البيت ممكن نفضل نقلب فيه لحد ما يتحمر بسهوله جدا. هقلبه كده كويس قوي. خلاص هنا لسان العصفور هيتحمر بسهوله ان شاء الله، كنت مسخنه الحله قوي قوي. اول ما لسان العصفور يتحمر وازود عليه الرز، هبتدي احط له معلقه سمنه بلدي مع مستكه عشان يدينا كده ريحه المستكه. هنحط بقى المستكه مع معلقه السمنه البلدي عشان هحط الرز. الله، ريحه المستكه مع السمنه البلدي ولسان العصفور حلوه جدا. هحط الرز، كده شايفين اصلا بيلمع ازاي؟ بصوا بصوا على اللمعان والريحه الحلوه قوي بتاعته دي. انا هنا حاطه كوبايتين رز وكوبايه لسان عصفور، هيبقى نتيجه 3 كوبايات ميه. ماشي، نقلب وعلى نار هادية بقى. أول ما يغلي على نار هادية بس أحط له بس الملح، لأن ما حطيتش ملح. رشة جوزة الطيب، يعني فلفل حبة صغيرين قوي كده بس، وغطيه يستوي بقى براحته. أول ما يغلي ههدي النار. حاسه بس ان الرز محتاج حبه ميه كمان مغليين، فايه هعمل كده واقلب واسيبه برده ايه يستوي، عشان الحاجه الحلوه اللي انا عاملاها النهارده هتعجبكم جدا جدا كمان، انا متاكده اصلا طعمها يجنن. هسيب بقى كده اغطي الرز